عاد برشلونة لاستئناف تدريباته اليوم الاثنين بعد فوزه الساحق على غريمه التقليدي ريال مدريد 5-1 على ملعب كام نو في كلاسيكو الأرض، في مران غاب عنه الحارس الهولندي ياسبر سيليسن لآلام في المعدة. وباستثناء سيليسن شارك في الحصة التدريبية تحت أنظار المدرب إرنيستو فالفيردي جميع لاعبي الفريق الأول بالإضافة إلى بعض عناصر الفريق الرديف. وأجرت العناصر الأساسية في مباراة الأمس جلسات استشفائية، بينما خاضت باقي المجموعة مرارا قويا. وسيواصل البلوغرانا تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة كولتولار ليونيسا أحد أندية الدرجة الثالثة يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.